فتح الباب وأصبح للمرأة المصرية حق بالانتخاب والترشح للبرلمان المصري. عام 1957، في هذه السنة ترشحت عدة سيدات مصريات، وتبلغ نسبتهن ما يقارب 1% من جميع المرشحين. كانت المعركة تشتد بالتنافس بين كل المتنافسين. جاءت اللحظة الحاسمة، تم عد الأصوات، وفازت من النساء سيدة تدعى راوية عطية ب110807 أصوات. كيف حصلت راوية على هذه الشعبية الكبيرة؟ وكيف أقدمت على خطوة الترشح والتي تقدم عليها سيدة لأول مرة في تاريخ مصر؟ عنب بلدي بودكاست. كانت في 11 من عمرها حين قادت مظاهرة لبنات مدرستها ضد الاحتلال البريطاني لمصر. وصلت مع صديقاتها إلى شارع القصر العيني وسط مدينة القاهرة. كانت قوات الشرطة تحاول تفريق المظاهرة باستخدام الرصاص، وبدأ الهتاف، وبدأ معه إطلاق النار. وابل من الطلقات أطلقت على المتظاهرات، استقرت إحداها في ذراع الطفلة راوية، أغمي عليها فالتقطتها هدى شعراوي وحملتها إلى مقر الاتحاد النسائي لتعالجها. أين أنا؟ ما الذي حصل؟ لا تخافي، أنت هنا بأمان. ولكن يدي تؤلمني كثيراً، ماذا حصل؟ أصبت برصاصة في ذراعك، وأسعفناك أنا والسيدة هدى إلى مقر الاتحاد النسائي لتطبيق الإسعافات الأولية لك، وها أنت هنا تستعيدين عافيتك. هدى شعراوي؟ هل أنا في حلم؟ لا يا عزيزتي، ها أنت الآن مستلقية بين يديها، وهي غلبها النعاس. اهدئي الآن، عليك أن ترتاحي حتى يشفى جرحك. بعد هذا الموقف بدأت تتردد على الاتحاد واحتضنتها هدى شعراوي. صارت حياتها مقرونة بها، واستمرت بالمظاهرات، وكان لها مهام محددة خلال تلك المظاهرات، خاصة عندما كبرت ودخلت جامعة القاهرة للدراسة. خلال المظاهرات كانت الشرطة تحاوط الجامعة من كل الجهات وتحاصرها حصاراً مطبقاً حتى لا يخرج أحد منها. فكانت راوية تطبق خطة ذكية كي لا تلقي الشرطة القبض على الطلاب الذين ينظمون تلك المظاهرات ويقودونها. تدخل إلى الحرم الجامعي بسيارة للإسعاف على أنها ستسعف المصابين فقط، ثم تربط أيدي وأرجل قياديي المظاهرات وتخرجهم بسيارة الإسعاف مع المصابين، ولا تستطيع الشرطة إيجادهم أو القبض عليهم أو حتى معرفة أسمائهم. وتنجح راوية بمهمتها، استطاعت بذلك إنقاذ 50 طالباً عن طريق سيارة الإسعاف. انتهت دراستها في الجامعة في كلية الآداب وتخرجت، ثم تابعت ودرست في معهد التربية، ثم عملت كمعلمة في إحدى المدارس، واستمرت بالتدريس قرابة 15 سنة. حين نجحت وتخرجت عملت بمجال الصحافة مدة 6 أشهر. حين وقع العدوان الثلاثي على مصر، وهي حرب شنتها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، بدأت هي وطالباتها اللواتي كانت تدرسهن يرتدين الملابس العسكرية ويتدربن على بعض التدريبات العسكرية والإسعافات الأولية، ومهمتهن الأساسية هي نقل المواد الغذائية والملابس لأفراد الجيش وللمحتاجين. استقبلت راوية أيضاً المهجرين من بيوتهم خلال العدوان الثلاثي على مصر، فعينت ضابطاً للاتصال في الجيش
ووقع على عاتقها تدريب 4000 سيدة من نساء مصر، تدربهن على الإسعافات الأولية والتمريض ليسعفن المصابين من الحرب، وبذلك تكون أول مصرية تنال رتبة ضابط. عام 1957 منحت النساء المصريات حق الترشح لمجلس الشعب. ترشحت راوية، وكان كل تفكيرها في الفوز حينها، ففكرت كيف تجذب أنظار الناس إليها كمرشحة يعطونها صوتهم. كان تحدياً كبيراً، فالناس معتادون على أن الرجال هم وحدهم من يشغلون كل المناصب المهمة، وكان أمام راوية مرشحون أقوياء ولهم شعبية كبيرة، فما كان منها إلا أن نزلت إلى الشارع للمرة الأولى كمرشحة للبرلمان، وبسيارتها الشخصية صارت تسلم على الناس الذين استقبلوها بالفرح والانبهار. أعمالها الإنسانية أثناء الحرب ثم ترشحها للبرلمان جعلها معروفة وذات شعبية واسعة، وهكذا استطاعت جذب أصوات الناس ببساطتها التي أخمدت المنافسين لها من الرجال. علت أصوات منافسيها برفض تلك الشعبية التي حصلت عليها، تحركوا ضدها على العديد من الأصعدة، حاولوا تحريك المجتمع وقوانينه الذكورية القديمة التي ترفض حكم المرأة أو استلامها أي منصب. المرشحون المنافسون لراوية كانوا أكثر جرأة مما ينبغي، أرسلوا بطلب راوية في بداية الانتخابات للتحاور معها، لكن ليس لتهنئتها على ترشحها، بل للتفاوض معها على ترك المنصب والانسحاب من الترشح. وعندما سألتهم عن سبب طلبهم منها هي الانسحاب دونا عن باقي المرشحين المنافسين لهم، قالوا إنك امرأة ولن تفوزي. استهجنت راوية كلامهم قائلة: لو كنتم تعتقدون أنني لن أفوز حقاً ما كنتم لتطلبوا مني هذا اللقاء. فقاطعها أحد المنافسين عارضاً عليها المال مقابل تنازلها عن الترشح، فأخبرتهم أنها ستستمر بما تفعله وستفوز، ثم حسمت الأمر وفضت المقابلة ورحلت، واستمرت بجمع الأصوات والناس إلى صفها بطريقة مبهرة إلى أن جاء يوم الانتخاب. ستعلن اللجنة الآن نتيجة فرز الأصوات وإعلان أسماء المنتخبين لعضوية مجلس الأمة المصري لعام 1957. المرشحة راوي عطية نجحت ب 110,807 أصوات. عام 1967 في حزيران حرب نشبت بين إسرائيل وكل من العراق ومصر وسوريا والأردن. أدت تلك الحرب إلى احتلال إسرائيل لسيناء وغزة والضفة الغربية والجولان. عرفت تلك الحرب بنكسة 67 في مصر. كان لراوية دور بارز في تلك الفترة العصيبة، وكانت تستقبل الجنود في منزلها وتقوم بالإسعافات اللازمة، تضمد الجراح وتزور جبهات الحرب لتحيي الجنود وتسعف من يحتاج إلى المساعدة. وأسست جمعية لعائلات الجنود الذين انشغلوا عن أهلهم بالحرب لتعين عائلاتهم وعائلات الشهداء أيضاً، حتى لقبت بأم المقاتلين الشهداء، وحصلت على العديد من الجوائز وكرمت لقاء ما فعلته. وفي عام 1993 شغلت راوية منصب رئيس المجلس القومي للأسرة والسكان في مصر، وهو مجلس مصري
أنشئ لمحاربة المشاكل السكانية في مصر ويتبع لوزارة الصحة. بقيت راوية على رأس عملها، لم يوقفها شيء، لم تبرد همتها حتى ذلك اليوم الذي كان بتاريخ 9 أيار عام 1997، حين ماتت راوية. لم يوقفها إلا الموت بعد سنوات طويلة من العمل الجاد. هكذا انتهت قصة راوية عطية، أم المقاتلين الشهداء. استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي. أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي. نحن موجودون على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وساوند كلاود.